أنا الكابتن سلطان شديفات، متقاعد من القوات المسلحة. طبعا أعمل مجال الرياضة، ومعي شهادتي الآسيوية بتدريب كرة القدم. عملت مع أكثر من نادي بالمحترفين، من شيخ بني حسن، نادي معان، والآن أعمل مع نادي العرب بالدرجة الأولى. أهلاً ومرحباً بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الكابتن سلطان جديفات. بداية يسعد مساك كابتن. الله يسعد مساك ويا رب، أهلاً وسهلاً فيك وشرفتونا بالزيارة، وإن شاء الله نكون خلنا نحكي ضيف خفيف الظل عليكم إن شاء الله يا رب. كلك زو. بالبداية كابتن، حضرتك صاحب أكاديمية فرسان المفرق تحديداً في محافظة المفرق، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا الكابتن سلطان شديفات، متقاعد من القوات المسلحة. طبعا أعمل مجال الرياضة، ومعي شهادتي الآسيوية بتدريب كرة القدم. عملت مع أكثر من نادي بالمحترفين، من شيخ بني حسن، نادي معان، والآن أعمل مع نادي العرب بالدرجة الأولى. عملت مع برنامج خطوات فترة معينة، وعملت بمراكز الأمير علي للواعدين. نعم، تعرفنا أكثر عن أكاديمية فرسان المفرق، متى تأسست وشو الهدف منها بالأصل؟ احنا بصراحة أسسنا الأكاديمية خاصة بالمفرق، لأنه أنا اشتغلت بعمان واشتغلت بإربد، وبعرف مجال الأكاديميات صار مجال ضروري جدا لصقل الأطفال، وخصوصا بالأعمار هاي واستهدافهم رياضيا وتربويا قبل رياضيا. خلينا نحكي، لأنه تعرفوا بالفترة الأخيرة صارت خلينا نحكي في مشاكل كثيرة بتواجه الأطفال، وخصوصا من مخدرات ومن خلينا نحكي سلوك غير أخلاقي. فارتئينا أنه نأسس الأكاديمية لحتى تكون هاي الأكاديمية لأبناء المفرق، للناس اللي خلينا نحكي صعب الوصول لهم، يعني أو صعب اتجاههم لعمان أو لأربد. فارتئينا أنه نعمل الأكاديمية هاي ونأسسها على أسس تربوية ورياضية، تهتم بالجانب التربوي الأول ونهتم بالجانب الرياضي. من الجانب التربوي نعزز خلينا نحكي بالطفل روح التعاون، نعزز الشخصية، صقل شخصيته، تعاونه مع الزملاء. من ناحية رياضية لا، احنا نهتم بكرة القدم فقط، وإن شاء الله أنه بالمستقبل نحاول نوسعها ونهتم بأكثر من رياضة، بس الاختصاص راح يكون لكرة القدم، ونعلمهم المهارات الأساسية لحتى يوصلوا لمراحل بعيدة إن شاء الله بالمستقبل. نعم، بس شو هي الفئات العمرية اللي بتستقبلوها عندكم بالأكاديمية؟ هلأ إحنا بلشنا خلنا نحكي من عمر 6 سنوات لعمر 16 سنة، وهي الفئة بصراحة هي المظلومة خلنا نحكي خصوصا بالمفرق، وكون الاهتمام الرياضي بالمفرق قليل جدا خلنا نحكي. ارتئينا انه نسلط الضوء على هاي الفئة بالذات، لانه بصراحة في خامات وفي مواهب كبيرة بالمفرق، وتستحق انه الانسان يتعب ويطلع منها شيء كويس. نعم، برأيك شو ستتميزك ونجاحك عن غيرك في هذا المجال؟ هلا بصراحة هي حب اول شيء للرياضة. انا كنت لاعب بنادي المنشيت بني حسن، وفترة يعني تطورت الامور وقدرت اني اخذ الدورات واتميز فيها الحمد لله، وعملت باكثر من مجال. فهي خلينا نحكي البداية خلينا نقول بالحب لكرة القدم.
نعم، لكن أكثر شيء رؤيتك المستقبلية للأكاديمية، شو حاب تعمل لقدام؟ هلا احنا بصراحة خلينا نحكي بأطر التأسيس، يعني لساتنا ببداية التأسيس، بأول مراحل التأسيس خلينا نحكي. بصراحة أنا مفكر تكون الأكاديمية هاي على مستوى عالي، يعني بروفيشنال، على مستوى مش على بس خلينا نحكي على مستوى المملكة، لا احنا مفكرين إنه نطلع على برا. وبصراحة في عنا يعني لاعبين مميزين بلشوا الآن يظهروا، وأتمنى إنه تكون هاي الأكاديمية جزء أو بداية للطريق الصحيح للأطفال اللي احنا راح نشتغل معهم إن شاء الله. كل التوفيق. أكثر بالأصل شو هي المشاكل والمعوقات والتحديات اللي واجهتك في هذا المجال؟ والله أول شغلة يعني خلنا نحكي المعوقات، ما يجوز السبب الرئيسي، ما بدي دائما أكون زي زملائي بحكي المادة، هي المادة صارت عنصر أساسي خصوصا برياضة، بس بصراحة البنية التحتية ضعيفة، يعني حتى احنا حاولنا أنه نأخذ ملاعب أو نحجز ملاعب عن طريق جهات حكومية، بصراحة كلهم تعاملوا معنا بطريقة خاصة، وعلى أنه أنت خاص لازم تدفع، مع أنه إحنا الرسوم اللي نقتضيها من الأطفال هي رسوم تكليفية أو تشغيلية فقط، يعني ما بتسوى المبالغ اللي إحنا نجيبها من تجهيزات من حجز ملاعب، وزي ما أنتم شايفين حتى الخاص قاعدين إحنا بندفع مصاري وبندفع يعني تكاليف كبيرة. فبصراحة الموضوع خلينا نحكي انه في صعوبة بالعلاقة مع خلينا نحكي وزارة الشباب والمراكز، او خلينا نحكي الملاعب الرئيسية انهم يعطونا اياها كأكاديميات خاصة، بصراحة صعبة. نعم، ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا تحب ان تقول له؟ أول شغلة تحياتي لجلال سيدنا على يعني الرؤية الملكية اللي دائما إحنا بصراحة دائما نتمنى إنه خطواته تكون بتأييد من كل الشعب، وهاي يعني رؤية إن إنه نكون إحنا على خطاب. بصراحة جلالته يهتم بالقطاع الشبابي ودائما بحكي، ونتمنى إنه أقدر أوصل له الفكرة والمعاناة اللي قاعدين يعانوها مش بس المفرق، يعني خلينا نحكي قرى المفرق، خلينا نحكي معان، أنا كوني اشتغلت بمعان، فالمناطق النائية هاي بحاجة بصراحة يعني لدعم، بحاجة لناس. وجلالة الملك يعني بعرف هالإشي، وجلالة سيدنا مش غريب عن أبناء وطنه، فنتمنى إن شاء الله أنه نلتقي فيه لحتى نشرح له كل المعوقات اللي إحنا نتمنى أنه هو يكون يعني دائما صاحب الأيادي البيضاء فيها. نعم، بس كابتن سلطان كيف يحترك بس من حياتك وشجعك وعطاك الدافع لتوصل لهي المرحلة، فمين بتحب توجه رسالة شكر برنامجنا؟ بصراحة أنا يعني الشخص اللي خلنا نحكي رياضيا، في شخص بالي اللي هو الكابتن فارس الله يرحمه، توفى هو الكابتن فارس شديفات. هذا الشخص يعني خلنا نحكي له فضل كثير 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 على سلطان شديفات من ناحية رياضية، من ناحية عامة أكيد الأم والأب يعني هم عماد المستقبل وعماد الحياة اللي الإنسان يتمناها، وبصراحة هم كانوا داعمين الرئيسيين يعني كل الخطوات اللي كنا نعملها وكنا نشتغلها، فنتمنى إن شاء الله أنه نكون عند حسن ظنهم ونعوضهم يا رب إن شاء الله. نعم إن شاء الله. تحكينا كيف كان سأل المشاهدين التواصل مع أكاديمية فرسان المفرق، تحكينا موقعكم بالتفصيل وطريق التواصل معكم. هلأ إحنا بصراحة الأكاديمية موقع المفرق خلينا نحكي نستهدف القصبة بشكل عام، يعني بكل المحافظة مركزنا الرئيسي بالقصبة، الملعب التدريبي بصراحة أكثر من ملعب، بس غالبية التمرين بالوقت الحالي بملعب لحي شويكة. التواصل على موقع الفيس فرسان المفرق، على خلنا نحكي على الماسنجر أو على خلنا نحكي الانستغرام فرسان المفرق، فهي أكاديمية خاصة لأبناء المفرق، وعلى فكرة هي الأكاديمية هي أكاديمية خلنا نحكي رمزية فيها الرسوم، أو خلنا نحكي الأمور المادية هي رمزية فقط وكلف تشغيل فقط لا غير، وشبه خلنا نحكي إنه إيش هي، تقدر تحكي إنه اللهم صل على محمد مجانا تقريبا، يعني خلينا نحكي اقرب ما يكون انها مجانيه ان شاء الله. نعم، بالتوفيق. ونهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين نود ان نشكر الكابتن سلطان على حسن تفضله لنا، على امل ان نلقاكم بحلقه جديده. اهلا وسهلا كابتن، نورت شاشتنا. اهلا وسهلا، شكرا لكم وشكرا لحضوركم، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله يا رب. كلك زوي سعيد.